طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مليون مبروك يا كابتن ايمن، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيشهد على موسم من اهم المواسم التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي. كابتن سيد مبروك على حاجات كتير، مبروك على الثقه، مبروك على الجمهور العظيم، مبروك على النهايه الحلوه لدرع الدوري، مبروك عوده دوري الجزيره. اقول الحمد لله، كان مهم قوي قوي ان احنا يعني اقول نبرز البطولات اللي احنا خدناها، ونقدم عرض النهارده يليق باسم ومكانه النادي الاهلي، يليق ببطل افريقيا، يليق ببطل الدوري، يليق ببطل الكاس، يليق ببطل السوبر في البدايه، ويليق ببطل السوبر في شهر مايو اللي فات. يعني الحمد لله 400 تقدر تفرح النهارده بقلبك بجد، لان كان مهم قوي ان انت مع المنافس التقليدي بتاعك ان انت تختم بشكل كويس. النهارده جمهور الاهلي هيفرح اكتر واكتر، هيفرح بفرقته، هيفرح بلعبته، هيفرح بنجومه، هيفرح بادارته، هيفرح بجهازه، هيفرح بكل حاجه حلوه اتعملت السنه دي. شفتك قبل الماتش على الرغم ان انت البطوله الخامسه وحاسم الدوري، لكن شايف شويه قلق، قلق طبيعي ان الكابتن سيد عبد الحفيظ، شفتك التسخين وقفت بره شويه، القلق ده سببه ايه يا كابتن سيد؟ اقول اللي بيشتغل الشغلانه بتاعتنا دي يعني يتساوى عنده الذم والمدح، يعني زي ما الناس بتمدحك في كتير من الاوقات هيجي وقت وتنتقدك. كان مهم جدا ان احنا نختم الموسم، مش عايز اقول لسه فاضل 4 ماتشات، لكن في نفس الوقت كان مهم قوي ان انت تقول للجمهور اللي جاي يستمتع ده ان ده بطل افريقيا وان ده بطل الدوري، مكسب كبير قوي على النادي الزمالك 4-1. عايز اقول حاجه مهمه جدا، يعني الحمد لله طبعا على كل حاجه، لكن يعني في حاجات ممكن ان انت تفرح بيها، بطوله تكون بتكسب منافس تقليدي بتاعك.